برع العثمانيون في صناعة مصاحف بديعة ليس لها مثيل في الحضارة الإسلامية من حيث دقة الصنعة ونوع الاستخدام. أنواع عرفت باسم مصاحف سنجق، وهو ما يعني مصاحف الرايات الحربية، والتي كانت الجيوش العثمانية تستخدمها للتبرك خلال القتال، أمر يشبه الأحجبة القرآنية التي اعتاد بعض الصوفية التبرك بها. كتبت عليها آيات القرآن بخط دقيق مع فارق هائل بالطبع في براعة الفنان العثماني، وبقي التاريخ شاهداً عليها. وبالرغم من أن حجم المصحف صغير جداً، إلا أنه يشمل محتوى القرآن كاملاً بين جنباته الصغيرة، ويثير إعجاب الزوار كلما قارنوه بالمصحف العملاق الذي وضعه مسيرو المكان جواره لإثارة إعجابهم وإثبات قدرات الفنان المسلم في ذلك الزمن على الإبداع في أي مجال، حتى لو كانا متناقضين. لما كانت الفتوحات العسكرية جزءاً لا يتجزأ من حياة العثمانيين، من هنا ظهرت الحاجة للتواكب مع حالة القتال المستمرة تلك بنشأة ما يمكننا تسميتها العادات القتالية، ومنها ذلك المصحف. صنعت تلك النوعية من المصاحف للأعمال القتالية خصيصاً والبحرية بالذات، ولهذا فإن المصاحف صنعت بمواصفات مختلفة وجودة عالية المستوى تضمن تحمل المصاعب التي يتوقع أن يمر بها الجنود خلال القتال. فجرى التخلي ربما لأول ولآخر مرة عن الشكل المعتاد لكتابة المصحف طولياً كما اعتدنا قراءته جميعاً، واستعيض عوضاً عن ذلك بأشكال سداسية أو ثمانية الأضلاع، كما استبدلت الأوراق بالأخشاب أو على الأقل جرت الاستعانة بأوراق رقيقة بأكثر من المعتاد. ليس هذا وحسب، وإنما اعتاد البحارة العثمانيون أيضاً التبرك به قبيل تنفيذ الغزوات، فكانوا يرفعونه فوق صار السفينة وتحديداً جهة اليمين، هي محفوظة داخل علب خشبية مزخرفة بعناية. تمثل تلك النسخ من المصاحف قيمة أثرية نادرة، أولاً للندرة الشديدة في حجم النسخ المتوفرة من المصاحف التي صنعت بهذه الطريقة، وثانياً بسبب الجودة الكبيرة في صناعتها وزخرفتها وحمايتها بعلب الفضة أو الخشب لاحقاً. في عام 2006 احتفى متحف سابانجي بعرض ما أطلق عليها أصغر نسخة مصحف في العالم، كتبها الخطاط كريم بن إبراهيم الشيرازي في عهد السلطان العثماني مراد الرابع. ورغم ذلك فإن صفحاتها الصغيرة حملت نسخة كاملة من آيات القرآن يمكن قراءتها بعدسة مكبرة. وبحسب المتحف فإنه لم يتردد في دفع 65 ألف ليرة تركية مقابل تلك النسخة، والتي أعلن أنه سيخضعها لعملية ترميم كبرى تجعله لائقاً للعرض. المفارقة أن بعض التقارير الإعلامية التركية وصفت مصحف سنجق القابع في ضريح مولانا جلال الدين الرومي بأنه أيضاً أصغر نسخة مصحف في العالم. ففي هذه النوعية من المصاحف تحديداً سيكون من العسير تبيان الفارق في المقاسات بين المصاحف. هذا أعزائي ما يمكن أن نقدمه من معلومات عن المصحف الذي اسمه سنجق وأوراقه ملطخة بالدماء، وهو المصحف الذي كان يحمله العثمانيون خلال الحروب